جون جاز كان صريح على الفريق هومنت من هالسنة أفضل من السنة الماضية ب 20 نقطة. بتوافق عبالي أحضر هومنت من 2017-18 against هومنت من 2016-17 سيدي صارت أطاري بطلت باسكت يا ريت فينا نحضرها. والتر هاج بسعد وسجل على الارض مكرم محاوله ثلاثيه بسجل جميل لفريق هومنتون. عفوا والتر هاج بياخذ التسديد الثلاثيه. لا 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 ما معقوله من جهه فريق الشانفيل. والتر كمان بسدد على لا 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 شيل مسجلهم لحاله باتريك رامبر. والتر هاج بيخترق بايده الشمال بسجل مقطوعه من دفاع هومنت من اخر الست ثواني بالكورتر الاول 18-26 تقدم 8. والتر بسدد لا 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 بيطلع بالمدرب غساس تركيز كمان لمكرم بن رمضان. مكرم حلو كثير التمريره استلم مكرم ما بيقدر يتخطى احمد ابراهيم بيعمل اوفنسيف ريبوند بسجل مكرم نقطه. مكرم عم يخطر جاستن هوفز لتحت السله بسجل نقطه لحكيم حلو كثير هومس باكت جيانك بحط ضغط على باتريك رامبرت. واو فورم اوفر على باتريك رامبرت. جمهور هومنتون بحيي كابتن فريقه. سيفاك تسديده ثلاثي 15 ثانية. حلوة تمريرة يا سيفاك حلوة تمريرة يا سيفاك يا كيدنجي ثواني أو هون لا عفوا I love this game مايكي فريزر. اوف حلو كثير يا مايك حلو كثير هالسله يا مايك. بيعطي الادفانتج لصالح فريق هومنتون بالباس والتر هاج عم يسجل الريباوند لمين لصالح فريق هومنتون بتوصل لمكرم بالرمضان. فاست بريك مثاليه بيخسر الطابه فاست بريك كمان مكرم بروح بالفاست بريك وبيسجل اول ذا واي. باتريك بيخسر الطابة كريم زينور بيعمل ستيل بيطلع الطابة مع والتر هاج بوصل له يلا مايك فريزر اللاعب الكندي. اسمعوا جمهور هومنتون طابة والتر هاج بيروح على السلة والتر هاج اند وان لوالتر هاج. والتر بمرر لكريم اوبن شوت بسجل زينون. والتر هاج لا لا عم تمزح معنا يا والتر عم يمزح معنا اكيد في شو عمل والتر هاج. لحظه من وين طلع حلوه يا والتر هاج بمرر لكريم يا زينور كريم زينور عم يضرب من المسافه البعيده 15 ريباوند لهلا. تسديدة كريم زينون كريم زينون لا يا كريم. مايك فريزر بيلعب لمكرم حلو كثير 21. كريم بيرجع بيسترجع الطابة بعد في 5 ثواني. والتر هاتش لمكرم مكرم برمضان بعد 3 ثواني ثانيتين بسدد ما بيسجل الريباوند لمايك فريزر بسجل مايك فريزر بايده الشمال نقطه سيتسي فير بلاي عم تلعب الثواني الاخيره. النتيجه النهائيه رح تكون 83-69 فوز فريق هومنتون.